تعليق تعليق لا لا تعليق. السلام عليكم. اليوم بنلعب لعبة توم جيري اللي نزلت على بلاي ستيشن 2. اللعبة اللي هم اختاروها. صحيح. ما عندي أي فكرة اللي اخترتوا توم جيري، بس بنلعب توم جيري لأنكم اخترتوها. التحدي بيقوم أنا ومحمد وش بنلعب، بعدين الفائز مننا حيقابل الفائز من فهد وعبد الله. شو تاخذ كلب، أنا آخذ عصفور. خلاص. صوصو. وحتى لبس القفازات عشان ما أعوره. وأنا مخصص يعني كذا. والله يصير شو عصفورة. والله مشيتي. عاد الكلب العصفور. هوجن. هي اللعبة عبارة عن لا يفرش كل كتكوت ذا هذا الرسوم كيف كذا لا والله عندي حركة لا 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 مو كذا والله شو شو الأصفر ما يعرف يضرب شوف يرفع ضرب واحدة بس يا أخي وش الدبشة ذي تعصيبة وين يا ود والله يا أبويا يا هو مو للدرجة ذي وين اللي شيء اسمه بالانس نوك اوت يا هو يا هو الشخصية يا عمي طب حتى لو في العاب الفايتنج معروف ان كل الشخصيات زي بعض عندك عندك جوله ثانيه لسه زعلان ورا شوف وجهه زعلان طب ليش تخش من البدايه ما دام لك زوج بلس بالكاريزما هذا ما اخذ لا لا بس عنده مميزات مميزات اني اشيل كرسي عليه وحتى ما يرمي زين والله فلت راسه خليني اخر خليني اشيل عيالي عنك اخر عيالي عيالي سيبوهم سيبوا خليني اعرف اربيهم سيبوا لك مش هناك سيبه خلاص بيرمي عيالك فقع الجدار شوف بيرمي عيالك عندنا صقع عيالي فيك او تضرب فيها بعد مش لازم ترميها صقع عيالك ايوه لا يا شيخ هذا اتعصب يا شيخ يا اخي وش العصفور التبع يا هو غرقنا غرقنا لا يس واق واق كيف ثلشت لا خذ شيء كبير يا شيخ خذ اسد ايوه خذ اسد اسد خذ اسد والله واضح ان اللعبه تاخذ على حجم حجم اللبس 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 مهم بسرعه ايوه الاسد واو ذا هذا اللي المفروض تاخذه الحلقه حقت لما يعصب يحاول يخبط فيه ويطلع نفس الحديده حقته اصبر يا عمي ترفيز اللعب كله ما عليك ترفيز وزرة لازم استراتيجية استخدموا القاب اي قهر قهر وان مدن عصب عصب هو اصلا معصب خلقه كيف يعصب زيادة دبل هوت اهرب 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 فوق والله غطس وش الحركة ذي خذ الماكينة خذ الماكينة ارميها مربع مربع يا اخي والله قلنا خذ غسالة طيب خذ غسالة افقع افقع والله منحاش والله ما انت بس والله مرة خذ العلاج خذ العلاج والله جاب والله جاب خلاص ما نقص منه شيء ما ينقص جلدته نقص عبد الله انت نص الوقت تضرب الهواء ولا هو متأكد حتى ناجمك خليك شديد من البداية طب عليه ايوه 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 لا تعطي بس يا اخي اللعبة ذي فيها خش فيه مهارات عالية جدا توقع ان افضل لعبة فيها عصب عصب انت عصب عصبت ايه عصب زياده يلا والله والله هذا الماوس اصبر ست تعليق تعليق لا لا تعليق فرشته قاعد اطيح في فهد يستغل الجلتشات ايوه عبد الله مالك الجلتشات عادي عادي استغل ما في طيحه من فوق طيحه من فوق لا اصبر خليني اشوف كيف حيرفزك يعني يقول لك لوزر اول شيء لا محمد ولا عادي انا خذ الدبل حقك انا باخذ ذا مره هاشتاج فهد يفوز بالشخصيات القويه هاش تقول انا ضاغط تعال تعال يا حبيبي شوف شوف الفرق والله لا والله الكلب قوي والله لا والله لا ايش اسمه ذا العفريت ايش اسمه ذا جيري الماوس الفار ضخم الفار والله ياخذ حبوب شكله والله ياخذ حبوب اها عم ايش سوى؟ ما ادري بعصب الحين ما ادري والله عصب بعيد ارمي ارمي على القروش ارمي على القروش ياكل ارمي بس فاز عليك اي اما بس ها ما يقصد تبيع حقه يا ابوي بالترفي تسوي بالترفي صار صغير هي غش شوف راسي ايش كبره والله رهيب يلا يلا حلقه جميله كانت ثم يعصب جن تحمل المباراه الثانيه والاخيره لا تحط لي اغنيه هوجن ها
هوغل حقت وي لاف امريكا. لا هوغل ما دخل في لاف امريكا. هو في النهايه لاف امريكا ولا هو اغاني اي ام ريل امريكا يعني نفس المعنى اي لاف امريكا. ابو ايش الفرشه والله كلب يموت والله كلب يموت. شو اخذ علاجات قام ياخذ علاجات تعب في فوق حق البلور. اه جاكم القرش جاكم القرش بطلع جاكم القرش. اه لك هذا اطلع ثاني والله جوري شو كم يسمع معضلين هذول مشكله يا اخي دعم مسوي فيها فتوح. هلا والله خير محمد فوز. اوه سواله اكسترا كامبو اكسترا كامبو اكسترا كامبو. اوه عنده درع عنده درع. ابعد عنه ابعد عنه فهد. عندك درع ليش قد تشرد؟ سلامات. ايه كسر جاكم القرش يا اعصاب. اكل اكل فهد اكل فهد خلاص بس ضربه ضربه بتصير. ليش دمه قاعد يزيد؟ ايه استنى المويه اخذ اتش بي من تحت؟ ايه طلع يلا محمد. اوه انسد اسد يا محمد. جايك فهد اوه وانا يا مريل امريكا يس الحفه الحين فاصل. يلا في اول مره في تاريخ تحديات ترى حتى هوجن عشان اسلاب مونستر جيري. نشوف مين يفوز نشوف مين يفوز. محمد داخل بقوه داخل بقوه جدا يعطي كومبوات والله. اشوف يضغط مثلثات مربعات يسوي تشكيله ممتازه زي ما احنا شايفين من الجهه الاخرى. فهد يحاول الدفاع ولكن محمد يهاجم بطريقه شرسه جدا. نلاحظ ايضا الظهير الايمن للفريق محمد بيرفكت اما بيرفكت اما باقي طقه باقي طقه. انزل يا فهد انزل قاعد تهرب من مصيرك المحتوم. ياخذ الهيلث اللي تحت المويه الحين فعلا في بيرفكت اصلا بالله ما ادري بس بشكل عام يعني اشوف فهد فهد يستخدم ضرب من تحت الحزام هذا اسلوب رخيص في القتال. نعم محمد عنده الدرع الان يفكر يروح يشرد يدور له مساحه كبيره عشان يقدر يستغلها بس لكن مو عارف بالضبط هو ايش بيسوي. قاعد يناقز فوق الثلاجه في الايس كريم عشان يبدا ايس كريم بس الحق اطلع فوق. فهد قاعد يصارخ يتوقع انه صريح حيفوزه بس لكن في النهايه حينزف. لا ممكن لسه قاعد يضرب ممكن نشوف ولاده بطل جديد ام لا ام لا. هل هل ممكن لا محمد يستغلها. انا ايش بكذا سلك المذيع مره بارد ايش هذا الحياة شدوا حيلكم والله فرطت. يس اوكي يلا محمد فاز. انا سويت الامريكا حط الامريكا كيفك. Fight for the rights of every man. يعطيكم العافية على المتابعة. لايك سبسكرايب نشر أهم شيء نشر تعليقات نبي 500 تعليق تقدرون. يلا سلام.